عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم مع حضراتكم النهاردة في فيديو قانوني مهم جدا جدا جدا. بنتكلم عن الحكم الغيابي. الحكم الغيابي حضراتكم بيمثل عائق وإشكالية كبيرة جدا بالنسبة لناس كتير صدر ضدها أحكام غيابية في جنح وما تعرفش عنها حاجة. قد يكون عندنا حالتين: الحالة الأولى إن شخص ما يعرفش حاجة عن حكم صدر ضده غيابي في جنحة، وانا اقول جنحة لان الجنحة غير الجناية. فالنهاردة هنتكلم عن الحكم الغيابي الصادر في الجنح او من امام محكمة الجنح. احيانا بيصدر حكم غيابي ضد شخص ما يعرفش عنه حاجة خالص، يفاجأ الشخص بعد كده بعد سنة بعد اتنين بعد تلاتة بعد عشرة ان عليه حكم غيابي. وده لطبيعة الطبيعة الاجرائية عندنا في مصر ان فيها بعض الثغرات. يعني ايه بعض الثغرات؟ بعض الاشكاليات القانونية، ان احيانا لا يتصل علم الشخص بانه محرر ضده محضر او صدر ضده حكم غيابي الا لما يتفاجئ بعد كده ان صدر ضده حكم وانه مطلوب للتنفيذ عليه. طيب في الحالة دي احيانا او ناس كتير يقول طيب ده احنا المعلومة الدارجة عند الناس يقول ان الحكم الغيابي في جنحة بيسقط بعد 3 سنين، فيقول لك سيبه 3 سنين وبعد كده يسقط اوتوماتيك. واحيانا بيكون مثلا حكم غيابي صادر ضد الشخص ويكون من الاحكام جائزة السقوط، صادر بقاله مثلا 7 او 10 سنين، يقوم الشخص ما يرضاش ياخد فيه اجراء قدام المحكمة ويقول لك ما هو كده سقط اوريدي فما نعملش فيه اجراء. ودي كارثة كبيرة، ممكن يفاجئ الشخص ان هو مسافر مثلا او راجع من السفر ويتم القبض عليه في المطار، او رايح جهة حكومية المرور على سبيل المثال ويفاجئ ان هو الحكم طالع عليه، او في احدى الكمن في الطريق بالليل مثلا او يوم جمعة بتاعه يتم القبض عليه، يقول لهم يا جماعة ده الحكم سقط، ده الحكم بقاله 7 سنين مثلا. ما يعرفش ان دي نقطة غلط، معلومة قانونية مغلوطة لدى الكثير. عشان كده أنا عملت الفيديو النهاردة لحضراتكم، بنوعي الناس، بنزيد الثقافة القانونية لدى الكثير حتى لا نقع في مثل هذه الإشكاليات. الصح إيه بتاع الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ الصح بيقول إن أنا عليا حكم غيابي حتى لو الحكم زي ما بنقول بالبلدي كده بالدارج سقط، ولكن هو من الناحية القانونية اسمه انقضاء. انقضى، تنقضي فيه الدعوة الجنائية. وفي الجنح تنقضي بمضي 3 سنين، بس ليها إجراءات، ليها شكل قانوني. ما ينفعش أنت كده تقول الحكم سقط فيفضل كده مدى الحياة ومحدش هيفضل. لا، المعلومة دي غلط، مش صح بالمرة. طب الصح إيه؟ إن هو لو عدى 3 سنين وإنك لم تعلم بالحكم، وفي بعض الاجراءات كده ان لم يتصل علمك ومفيش اعلان لشخص المتهم وان هو من الجنح جائزة الانقضاء، لان في بعض الجنح لا تخضع لنظام انقضاء الدعوة الجنائية ودي مستثنية بنص القانون، بالتالي لازم تاخد اجراء قانوني في المحكمة. يعني نعمل ايه؟ نعمل معارضة مقرر، سواء حضرتك بتتوجه للمحامي الخاص بيك او ان انت بتروح التنفيذ بتاع النيابة اللي صادر منها الحكم وبتقرر بالطعن بالمعارضه في هذا الحكم الغيابي، وبيتحدد لك جلسه والمحكمه تيجي تديك انقضاء الدعوه الجنائيه. يبقى الحكم، المعلومه او المبدا اللي الناس كتير ما تعرفوش، الحكم لازم يمحو حكم. طب الحكم الغيابي ضدك عشان اللي سقطه ايه؟ يسقطه حكم زيه، ما ينفعش يسقط او ينقضي من باب الابطاء كده اوتوماتيك بمضي الوقت كده اوتوماتيك من غير ما تاخد اجراء في المحكمه. المعلومه دي غلط، عشان كده بنصحح ونقول يا جماعه لازم عشان تحافظ على نفسك، ممكن يتقبض عليك تقعد يومين بسبب حكم غيابي، معلومه انت بتجهلها ما تعرفهاش. عشان كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. دي نصيحتي لحضراتكم، تحياتي بالتوفيق للجميع، شكرا لحسن السلامه، مع السلامه.